من ضمن الأجنحة الخاصة جدا في معرض القاهرة الدولي للكتاب جناح خاص لهيئة الرقابة الإدارية داخل المعرض، بتشارك من خلاله بمجموعة من الفعاليات الثقافية والكتب التوعوية عشان تعرف الأجيال الناشئة بأهمية التصدي للفساد في المجتمع. ده يا جمانة، ويمكن في ظل كمان النسخة الأولى والثانية والثالثة اللي أطلقتها هيئة الرقابة الإدارية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن كل ده وما يحدث في جناح هيئة الرقابة الإدارية تحديدا بمعرض القاهرة الدولي للكتاب من خلال اللواء دكتور محمد سلامة وكيل هيئة الرقابة الإدارية ومدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد في حوار أجرته بسنت الحسيني ومنى الشرقاوي. واحنا بنتجول في معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته ال 54 لاحظنا وجود جناح هيئة الرقابة الإدارية، عايزين نعرف تفاصيل أكتر عن هذا الجناح. بالتفصيل معانا طبعا اللواء الدكتور محمد سلامة وكيل هيئة الرقابة الإدارية مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد. أهلا بيك يا فندم، منورنا. أهلا وسهلا بحضرتك. حابين نعرف من حضرتك أسباب وجود هيئة الرقابة الإدارية والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد في نسخة المعرض ال 54. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا بشكر حضراتكم على الاستضافة. طبعا دي المشاركة الثانية. أيوة. تماما. أنا بشكر حضراتكم على الاستضافة لأنه ده الدور، جزء من الدور اللي احنا هنتكلم عليه دلوقتي. هيئة الرقابة الإدارية كانت موجودة للمرة الأولى في معرض القاهرة الدولي للكتاب في الدورة رقم 53، وكنا عايزين نشوف هل المشاركة دي هتكون فاعلة وهتقربنا من الجمهور بشكل مباشر، لأنه الصورة الذهنية عن هيئة الرقابة الإدارية في التصدي للفساد بالطرق التقليدية معروفة بالنسبة لهم، إنما البعد الثقافي والبعد الخاص بالتوعية ده احنا بنركز عليه بشكل كبير في سبيل ان احنا بننشر فكرة منع الفساد والوقاية من الفساد. مكافحة الفساد اسلوبها معروف للناس بشكل كبير، انما منع الفساد والوقاية منه مصطلحات جديدة بتحتاج ان احنا نبقى موجودين في وسط الناس، نتكلم معاهم، نتحاور معاهم، يقابلوا اعضاء الرقابة الادارية فيس تو فيس. كانت في البداية الموضوع غريب بالنسبة لهم شوية، بيتمشوا حوالين الجناح مش قادرين يتصوروا الفكرة ايه. شجعناهم وتشجعنا معاهم وابتدينا نجري الحوارات معاهم عشان نقدر نوصل الثقافة اللي انا بقول عليها، ويتعرفوا على الامكانيات التدريبية والتعليمية الخاصة بهيئة الرقابة الإدارية ممثلة في زراعها التدريبي والتثقيفي اللي هي الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد. الفضول ممكن يخلي الكبار يقدروا يدخلوا ويعرفوا ويقروا ويشوفوا، الصغيرين ايه اللي ممكن يخليهم، خصوصا انه المصطلحات ممكن تكون كبيره وتقيله وتحتاج يعني سن معين عشان يقدر يفهمها. ازاي توجهتم للاطفال عشان تنشروا الفكره؟ صحيح، في السنه اللي فاتت كنا بنستهدف الرواد اللي سنهم اكبر من 16 سنه عشان يبقى عنده القدرات الذهنيه اللي تأهله ان هو يقدر يتفاعل مع الافكار والشعارات والكونتنت اللي احنا بنتكلم عليه، هيبقى بالنسبه له مناسب. لاحظنا انه الاطفال كانت بتقبل مع اهليها وبتبقى موجوده معانا، طيب هنعمل ايه السنه دي؟ فكرنا ان احنا نعمل اكتر من بديل. البديل الاول ان احنا جبنا بعض الكتب المصوره، كتب التلوين، بنقدمها للاطفال على اساس ان احنا نقدم لهم شويه مبادئ بسيطه جدا، مش لازم اتكلم على مبادئ عميقه، مبادئ بسيطه جدا، انه لا للغش، ان الواحد يبقى كتب تلوين ذوقياته العامه بشكل خاص ولا كتب تلوين بصفه عامه بحيث انها تجذب الاطفال. لا، هي طبعا جاذبه ومعموله لهم مخصوص بشكل جميل جدا، تكوين اسره من اب وام وطفلين، ازاي بيتعاملوا مع المجتمع وازاي بيتعاملوا مع في داخل الاسره، ودي الحاجات اللي احنا عايزين نستعيدها بشكل كبير ويعني نرسخها عند الاطفال، ازاي يبقى ذوقياته كويسه، اسلوب التعامل بتاعه كويس، كل ده بيرسخ لمبادئ عميقه في المستقبل ممكن يتلقى ويحمل باعباء وواجبات كبيره زي فكره منع ومكافحه الفساد. طيب عايزه اتكلم عن الهيئه نفسها، الهيئه الوطنيه طبعا لمكافحه الفساد، حابه اتكلم عنها ودورها في المعرض بالتحديد. وزي ما كنا بنتكلم يمكن عن الاطفال دلوقتي، احنا للاسف الاهالي بتواجه كتير من المخاطر اللي ممكن بتواجه افكارهم، فدور الهيئه هنا ايه؟ قصدي حضرتك الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد. الأكاديمية أنشئت في عام 2017 مع تعديلات القانون الخاص بهيئة الرقابة الإدارية. الهدف من الأكاديمية هي الذراع التدريبي الخاص بالهيئة،
ولها بعد آخر وهو بعد ثقافي وتوعوي بالنسبة للجمهور. احنا عندنا دورات نهارية ودورات مسائية بنستقبل فيها فئات العاملين بالدولة المصرية بشكل عام، من القطاع الحكومي، من الجامعات والوزارات والمحافظات. بنستهدف العاملين في المجالس القومية المتخصصة والمستهدفين منها. بنستهدف برضو انه يبقى معانا القادرون باختلاف، المرأة، الشباب، كل دول بنتيح لهم هذا الأمر، كذلك شباب الجامعات واتحادات الطلاب. كل المجموعات دي بتحضر عندنا في دورات منتظمة، وكذلك بنتيح اللي يحب يتقدم من غير هذه الفئات او توقيتاته اللي تتناسب معاه ما تتناسبش مع المواعيد المقرره، فبيقدر ينضم الى الدورات المسائيه الخاصه بينا وبنسميها دورات التدريب الحر، بيلتحق بالمحاضرات بتاعتنا في هذه الفتره. بنضم مجموعات منهم واعداد كبيره قوي بتحضر. القطاع الخاص ايضا مستهدف، العاملين في قطاع العمل الاهلي ايضا مستهدفين، لان احنا الفكره بتاعتنا ان مفيش حد يقدر يحارب الفساد لوحده، لا جهه ولا كيان واحد يقدر، انما دي مسؤوليه المجتمع كله لازم يشتغل عليها. مين اللي بيجي يقدم علشان يحضر الدورات دي؟ الأشخاص أو الأفراد الطبيعيين ولا الهيئات والشركات الخاصة والمدارس ممكن لو هي شايفة يعني؟ صحيح. وكمان البعد والقرب، هل ده موجه بس للمتواجدين في القاهرة ولا في متاح حاجة أونلاين للمحافظات؟ سؤال. طيب احنا هنرد برضو يعني على السؤال على كذا مرحلة. احنا بالنسبة للدورات المسائية بنسمح لكل الفئات انها تتقدم، حتى لو كان موظف في الدولة وظروفه لا تتناسب بأنه يجي في مواعيد مقررة أو ما أتحتش الفرصة من جهة عمله أنه يجينا، ممكن يجينا. كذلك القطاع الخاص أيضا بيجي. جهات العمل هي اللي بترشح في البداية؟ لا، هي أنا قصدي أنه بيبقى في الجهات الخاصة المسؤولة عن إدارات التدريب بتحدد أعداد معينة، هو لم يصبه الدور مثلا أو عايز ياخد دورة أخرى غير اللي مقررة خدها قبل كده، هنتيح ليه الفرصة دي في دورات التدريب الحر، لأنه بيختار زي ما هو عايز في التوقيتات اللي تناسب. المواعيدها المسائية. المواعيد تتناسب معه. بالنسبة للقطاع الخاص، في بعض الجهات في القطاع الخاص بتيجي بتطلب مننا أسلوب معين في التدريب أو في الرقابة، الرقابة الداخلية عنده أو الكنترول اللي موجود عنده له شكل معين، فبيجي يطلب مني دورة غير نمطية، بنقعد معاه وبنشوف إيه اللي يتناسب معاه من البرامج اللي موجودة عندي وعايز يضيف له إيه، وبنبتدي نحقق له هذه الإضافة بحيث أنه هو ياخد الحاجة اللي هو فعلا محتاجها ويقدر يشتغل بيها. طيب حابة أتكلم مع حضرتك النهاردة عن يمكن الأجنحة المختلفة، وحضرتك كنت اتكلمت يمكن عن قادرون باختلاف من شوية ومشاركتهم كمان النهاردة. شايفين المعرض بيشمل أجنحة من جميع طبعا، خليني أقول مثلا جناح للمرأة، جناح للطفل، جناح للتكنولوجيا، في أجنحة مختلفة. قد إيه ده مهم النهاردة لنشر الوعي والثقافة لدى الجماهير المصرية، وكمان أهمية المعرض في أنه يضم العديد من أو الشمول الأجنحة خلينا نقول. تمام. هو برضو حضرتك أشرت نقطة مهمة جدا، أن هيئة الرقابة الإدارية ممثلة في الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد أثناء وجودنا بالمعرض بنختلط مع العارضين من جهات الدولة، فاللي ما كانش على علاقة تعاون وثيق معانا بيبتدي يتعرف علينا وبيطلب يا إما نعمل مذكرة تفاهم ما بيننا وما بينه لأغراض التدريب، يا إما بيحاول إن هو ينظم دورات تدريبية وبيحاول وهو موجود معانا إنه يعقد يعني اتفاق مبدئي إزاي يقدر إن هو يدرب الناس اللي عنده. من الحاجات الجميلة جدا إنه على سبيل المثال المجلس الأعلى، المجلس القومي لذوي الإعاقة، لما شافونا ابتدوا يجيبوا الرواد اللي عندهم عشان يجوا يتعرفوا على الجناح، وبيجيبوا أيضا المتخصصين في لغة الإشارة عشان يكونوا موجودين معانا، وممكن الماتيريال بتاعنا بيعرضوه للقادرون باختلاف بشكل ميسر ويقدروا يفهموا الفكرة. ففي تعاون فعلا ما بين الأجنحة وما بين بعضها، وده برضو يعني هدف أساسي من عقد المعرض، إن احنا كلنا يعني نعمل في مجال الثقافة بالتعاون ما بيننا وما بين بعض.
يمكن اللي ما بيقدرش يحضر المعرض بيقدر يشوف الفعاليات من خلال البث المباشر ومن خلال منصة المعرض. هل في ناس ما بتقدرش تحضر للقاهرة بحيث أنها تحضر الدورات الخاصة صحيح. بمكافحة الفساد نقدر نوصل صحيح. لها الفكرة من خلال المنصات المختلفة؟ لا أنا عايز أقول لحضرتك أن احنا حطينا مخطط للأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد أنها تعقد الدورات في المحافظات، وابتدينا بمحافظة الأسكندرية والموضوع كان فيه نجاح كبير جدا وفي مطالبات بأن احنا نستمر في هذا الأمر وإحنا هنكمل في هذا المشوار. بالنسبة برضو في نقطة حضرتك أشرت ليها أن احنا بالنسبة للناس اللي ما قدرتش تيجي عندنا الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، احنا عندنا شاشة افتراضية موجودة فيها القاعات بتاعة الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، ممكن يتعرفوا على الأكاديمية ويشوفوا القاعات بتاعتنا ويشوفوا التسهيلات والقدرات التدريبية اللي موجودة عشان يبقى دارس أو متدرب محتمل ممكن إن شاء الله يجي لنا فعليا في الأكاديمية. كل الشكر اللواء محمد سلامة وكيل هيئة الرقابة الإدارية ومدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، شكرا لك يا فندم.